هعمل لكم شعريه بالحليب وشويه ورد جوري. تعالوا نشوف مقاديرنا نبتدي فيها. اول حاجه انا عندي معلقه كبيره سمنه، عندي 2 كوبايه شعريه انا حمصتهم في السمنه، عندي كوبايه ونص ميه سخنه، عندي لتر حليب، سكر، وعندي ورد جوري. طبعا الشعريه انا حمرتها عشان وقت البرنامج. اللبن حطيته على النار بيغلي، هيبتدي يغلي، هنزله اول حاجه دلوقتي السكر، وهنزل الشعريه المتحمره، وهسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما الشعريه تستوي. نقدر طبعا نزود دلوقتي مستكه، ميه ورد تبقى حلوه قوي معاها كمان. هتغلي، هوطي عليها النار شويه، هتقعد تقريبا مش اكتر من 5 لـ 7 دقايق على النار وهتستوي على طول. الشعريه خلاص تمام، نزلها في طبق التقديم. ممكن سخنه، طبعا ريحتها مش قادره اقول لكم حلوه ازاي، وسهله وسريعه جدا جدا، ما تاخدش وقت، من الحاجات اللي كل العيله بتتفق عليها. وعايزه احط على وشه كمان شويه ورد جوري.